لأن الظلم أمر خطير. الظلم يكون بين الإنسان وبين نفسه، ويكون بينه وبين امرأته، بينه وبين زوجته يظلمها، وهو ما أخذ عهد بينه وبين الله والملائكة والناس أجمعين على أن يحسن الصحبة عندها ويجمل المعيشة معها، أليس كذلك؟ كذا ولا ما كذا؟ تعالوا نذاكر العقد، عقد الزواج، لأن المتزوجين ناسين عقد الزواج، وربما المتزوج ما عنده خبر إيش يقول للمليك ذيك الساعة، لأنه خاطر يقول هات خلصنا. هو من باب التجديد، من باب التذكير، عشان تعرف أنت لما قال لك قول نعم وقلت نعم، قلت نعم على إيش؟ أنت لما قلت نعم قال نعم عشان إيش؟ إيش نعم؟ أبا ذكرك أنت قلت نعم ليش؟ قال وأملكته عصمة نكاحها على حكم كتاب الله المنزل وسنة نبيه المرسل وعلى حسن العشرة عندنا وجميل الصحبة لنا ورفع الإساءة عنها وعلى إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان أكذا يشهد عليك هؤلاء الجماعة الحاضرون، الحاضرون عدم الإنس والجن والملائكة كلهم الحاضرين، بأنك قابلت فلان بنت فلان على هذه الشروط الأربعة المذكورة والصداق المذكور، وأقررت على نفسك بجميع ذلك، قل إيش؟ نعم. قلت نعم ولا ما قلت؟ يا معاشر المتزوجين قلت ولا ما قلت؟ أوفوا بالعقود، أوفوا بالعقود، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. تشهدت الناس وانت ما عندك وعي ذيك الساعة، ما عندك خبر، حاش ربك الخنجر وحاش ربك الشال وحاش ربك البقعة الدنيا كلها وتحصل حلوة وتنظر وكلها وتنظر، آخر شيء انت أبونك مخبر قبل ما يجب يقول لك نعم، وربما بعد عصب على بيت بغى بامر ولا شيء، يعني هو حاسب الحساب هذه، فهذه الاشياء كلها شاغله باله، قال نعم وهو لا يدري. احب ان اذكرك ان خيانه هذه الامور ظلم، ظلم. النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه عرفه، خطبه الوداع، كان جزء خاص راجع في كتب السيره، جزء مستقل يقول فيه صلى الله عليه وسلم اول شيء استوصوا بالنساء خيرا، أو في خطبة عرفة لما كان يقول بين كل فقرة وفقرة يقول ألا هل بلغت اللهم اشهد، كان يقولهم هذا ظلم. اعتداء على الزوجة ظلم، الاعتداء على الأولاد ظلم، الاعتداء على الأرحام ظلم، الظلم ألوان كثيرة.